صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 19 لسنة 2024 بتعيين مدير في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة جاء فيه. يعين السيد عباس عبد الله حسن الحاكي مديرا لإدارة الإنتاج الحيواني المحلي في وزارة شؤون البلديات والزراعة.